27 في نسب المشاركة. ومن هذا المنطلق ومن موقعي هذا وباسم شعب دمياط وقيادات دمياط السياسية والشعبية والتنفيذية والأمنية أطلق مبادرة انزل شارك دي بلدك. وأنا كل يقين أن كل مواطنة ومواطن دمياطي لن يترك حقه السياسي في الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات الرئاسية للفترة من 2018 إلى 2022 بإذن الله. إن هذا ليس فقط حق لكل مواطنة ومواطن، بل إنه واجب قومي وفرض لا بد تأديته حتى نحافظ على وطننا. هذا جزء من واجباتك وحقوقك، فكيف لك أن تتركها؟ انزل شارك لبلدك. كيف لك أن ترى من يتجرأ على وطنك بهذه المؤامرات دون أن تفعل أقل شيئا لهذا الوطن؟ خليك إيجابي، انزل شارك لبلدك.